قضية تاريخية. كوكب أكبر من الأرض قليلا يدور حول نجم القزم الأحمر يطلق عليه قنطور الأقرب. يقع قنطور الأقرب أقرب الجيران النجميين إلينا على بعد أكثر من 40 تريليون كيلومتر بقليل من الشمس. في السنوات القادمة سيستكشف علماء الفلك ضوءه الخافت لفهم العالم الصغير الذي يدور حوله. هل في هذا الكوكب مناخ؟ مياه متدفقة؟ أو حتى حياة؟ ما الذي يتطلبه الأمر لإلقاء نظرة أقرب؟ لإطلاق أول رحلة نجمية إلى النقطة الحمراء الباهتة؟ صافية بعيدا عن أضواء المدينة يمكنكم رؤية حوالي 4500 نجمة منفردة. تنتشر هذه النجوم المضيئة عبر نطاق مجرتنا وتبتعد لعدة آلاف من السنوات الضوئية عن الأرض عن طريق انفجار مستعر أعظم قديم. تشغل منطقتنا الصغيرة من هذه الفقاعة مجموعة من النجوم المعروفة. إنها تضم 61 سجني على بعد 11.4 سنة ضوئية من الشمس. إبسلون إريداني على بعد 10.5 من السنوات الضوئية. الشعرة اليمنية نجم الكلب على بعد 8.6 سنة ضوئية. ثم هناك جارنا الأقرب النظام النجمي الثلاثي رجل القنطور ألفا سنتوري على بعد 4.4 سنة ضوئية. رجل القنطور A و B عبارة عن زوج من النجوم الشبيهة بالشمس. قنطور الأقرب مرتبط بالجاذبية مع هذا الزوج على بعد 4.2 سنة ضوئية. يعد هذا النجم القزم الأحمر النجم الأقرب للشمس. ظل الفلكيون يراقبون نظام رجل القنطور بعناية كجزء من حملة مكثفة للعثور على كواكب في المنطقة الشمسية. بدأت الدراسة في المرصد الأوروبي الجنوبي في جبال تشيلي عام 1996 عندما بدأ الفلكيون بالبحث عن تغيير طفيف في لون النجوم المجاورة. يطلق عليه تأثير الدوبلر. إنه مشابه للطريقة التي يختلف بها تردد صوت صفارة القطار بينما يتجاوزنا. يمكن رؤية التأثير ذاته في طول موجة ضوء النجمة في حال سحبه الكوكب قليلا نحونا أو بعيدا عنا. تسبب هذه الحركة المتذبذبة تمدد ضوء النجم نحو الجانب الأزرق من الطيف ومن ثم الأحمر. إن الأدوات التي تقيس هذا التذبذب حساسة للغاية بحيث يمكنها الكشف عن حركة النجم بسرعة تصل لبضعة أمتار فقط في الثانية. بدأ البحث يؤتي ثماره عام 2012 عندما أفاد الفلكيون بتلميحات مثيرة حول كوكب بحجم الأرض يدور حول رجل القنطور بي. انتشرت الحماسة. لسوء الحظ لم تؤدي المعلومات للمزيد من الرصد، ومع ذلك فقد غذت الأمل بأننا سنعثر يوما ما على عالم شبيه بالأرض في الجوار بمحيطات ومجال مغناطيسي قوي ليحميه من الرياح الشمسية وقمر ليحقق استقرار مداره. و
وحتى بمخلوقات تكشف عن وجودها عن طريق بث إشارات إلكترونية إلى الفضاء. في عام 2016 عاد رجل القنطور ليتصدر الأخبار. أعلن الفلكيون أنهم عثروا على دليل لكوكب يدور حول قنطور الأقرب. لقد أكدوا هذا الاكتشاف عبر معلومات من شبكة للتلسكوبات حول العالم. قالوا إن الكوكب المكتشف حديثاً يبلغ ضعف كتلة الأرض على الأقل ب1.3. إنه يشغل مداراً قريباً يتأرجح حول نجمه الأم كل 11 يوماً فاصل 2. وما يدعو للدهشة هو أن ذلك يضعه ضمن منطقة النجم الصالحة للحياة. تلك هي المنطقة حول النجم التي تكون درجات الحرارة فيها ضمن المجال الملائم للمياه السائلة للتواجد على سطح الكوكب. إن كان الكوكب أكثر قرباً فستجعل حرارة النجم المياه تغلي، وإن كان أبعد فستتجمد مياه الكوكب تماماً. وفي نظامنا الشمسي تقع الأرض مباشرة ضمن المنطقة الصالحة للحياة، والتي تمتد للخارج نحو مدار المريخ وللداخل باتجاه الزهرة. تبلغ مساحة نجمنا حوالي 10 أضعاف قنطور الأقرب، لأن لدى قنطور الأقرب ما نسبته 2% فقط من سطوع الشمس، تقع منطقته الصالحة للحياة داخل مدار عطارد، بينما يغطي ضوء الشمس الطيف الكهرومغناطيسي لدينا. يتركز ضوء قنطور الأقرب على جزء الأشعة ما تحت الحمراء ذات الطول الموجي الطويل. ذلك يعني أنه إن أردتم زيارة الكوكب فسترى أعينكم عالماً مكسواً باللونين الأخضر والأحمر. ثمة ما يكفي من الحرارة الشمسية التي تشع على الكوكب لتتيح للمياه السائلة التدفق، ومع ذلك لا يزال الجدل قائماً حول ما إذا كان بإمكان قنطور الأقرب بي وأمثاله من الكواكب تعزيز المناخ ناهيكم عن الحياة. أفضل الفرص بالنسبة إلينا لإيجاد كوكب صالح للحياة في المنطقة الشمسية. أطلق تلسكوب كيبلر الفضائي عام 2009 بهدف رئيسي، ألا وهو إيجاد كواكب صخرية صغيرة يمكن أن تشبه الأرض. بتوجيهه نحو بقعة في السماء باتجاه كوكبة الدجاجة، استخدم التلسكوب لقياس سطوع 150,000 نجمة كل 30 دقيقة. استخدم كيبلر ما يعرف بطريقة العبور. عند مرور الكوكب أمام نجم فإنه يسبب انخفاض ضوء النجم قليلاً. انتقى المسح الأولي كواكب لديها أبرز الآثار الملحوظة على ضوء النجم. عوالم كبيرة وكثيفة تدور حول أمهاتها النجوم كل 5 إلى 50 يوماً. بعضها عوالم كبيرة صخرية يطلق عليها الأراضي الهائلة، تشكلت في الغالب ضمن غيوم غبرية متبقية من تشكل أمهاتها من النجوم. بعضها قريب من أمهاتها من النجوم بحيث إنها مزينة في الغالب بالحمم. وأخرى عبارة عن كواكب غازية هاجرت من النظام الشمسي الخارجي وسحبت بجاذبيات نجمها. في المدارات الأقرب تجردها أجريت مؤخراً استخدم العلماء كيبلر للتركيز على 24,000 نجم شبيه بالشمس. في دراسة إحصائية مرتكزة على هذا النموذج
وجدوا بأنه يجب أن تكون 22% من هذه النجوم كواكب بحجم الأرض بمدار في المجال المناسب لتعزيز وجود المياه السائلة. إن كان هذا التقدير صحيحاً، فمن المحتمل أن مجرتنا تؤوي حوالي 9 مليارات من هذه الكواكب. من الناحية الإحصائية، يمكننا توقع العثور على واحد على الأقل ضمن 12 سنة ضوئية من الأرض. لا يعني ذلك أنه سيعزز وجود حياة. يقع كوكب الزهرة في الحافة الداخلية من منطقتنا الصالحة للحياة. يكتنفه غلاف جوي سميك يسيطر عليه الاحتباس الحراري الجامح. لا توجد مياه سائلة أو حياة على سطحه. فقد المريخ على الحافة الخارجية تقريبا غلافه الجوي الكامل، والكوكب اليوم بارد وجاف وقاحل. لتحسين فرصهم في العثور على توأم الأرض، يرصد العلماء بصورة مكثفة عددا أكبر بكثير من النجوم الخافتة كقنطور الأقرب الواقع بين نظرائه الأكثر إشراقا. تتراوح هذه التي يطلق عليها نجوم أم أو الأقزام الحمراء من 0.5 إلى 1/20 من كتلة الشمس، وتشكل 76% من جميع النجوم في مجرتنا. كان الاهتمام بهذه النجوم مدفوعا جزئيا بعمليات رصد النجم إجليز 581 على بعد 20 سنة ضوئية في كوكبة الميزان النجمية الجنوبية. استنتج متعقبو الكوكب من المرصد الجنوبي الأوروبي لأول مرة وجود إجليز 581 بي، كوكب ب16 ضعف كتلة الأرض. على بعد 6 ملايين كيلومتر فقط من شمسه، كما أنه داخل المنطقة الصالحة للحياة. إنه مجاور لكوكبين آخرين، كوكب سي وإي. يقع الكوكب دي، والذي لا يزال غير مؤكد، على الحافة الخارجية من المنطقة الصالحة للحياة على بعد 33 مليون كيلومتر من شمسه. إنه يتلقى 30% فقط من الضوء الذي تحصل عليه الأرض من الشمس. قد يكون عالما جليديا هاجر من النظام الشمسي الخارجي. ويعتقد أن إجليز 581 جي غير المؤكد أيضاً يقع في الحافة الداخلية من المنطقة الصالحة للحياة بضعفي كتلة الأرض. قد تكون لديه فرصة لتعزيز وجود المياه السائلة، لكن هذا الكوكب لا يشبه الأرض. تدور أرضنا على محورها 366.25 دورة لكل دوران حول الشمس. باستثناء المناطق القطبية في المواسم المتعارضة، يرى كل جزء من الأرض الشمس كل يوم. يساعد ذلك على توزيع الحرارة الشمسية، بينما تولد الرياح وتيارات المحيط التي تحدد مناخنا العالمي. الأرض بعيدة بما يكفي عن الشمس، بحيث لا تحدث جاذبية النجم تأثيراً كبيراً في حركته الدوارة. في المدارات الأقرب بكثير، من المحتمل أن يندرج إجليز 581 جي كنظيره قنطور الأقرب بي فيما يعرف بالانغلاق المداري. هذا يعني أن جانباً واحداً فقط يواجه الشمس، بينما يواجه الجانب الآخر ظلام الفضاء. يعتقد أنه في حال وجود مياه على هذا الكوكب، فإنها على الأرجح قد تبخرت من الجانب المضيء وأصبحت مجمعة كالجليد على الجانب المظلم. بدأ ذلك المعتقد يتغير في أواخر التسعينيات، عندما حكى علماء ناسا الغلاف الجوي لكوكب مقيد.
فقد وجدوا أنه بإمكان أنماط رياح عالمية تطوير الحرارة وتحويلها إلى الجانب المظلم. سعى العلماء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا لاختبار هذا الاكتشاف على كوكبنا بالعمل ببرنامج حاسوب خارق مستخدم عادة للتنبؤ بمناخنا، فقد أوقفوا دوران الأرض ببساطة. وضع الفريق نقطة شمسية فرعية حيث تتعامد الشمس مباشرة قبالة سواحل أمريكا الجنوبية. أرسل التبخر في الجانب المشمس الهواء متصاعداً في عواصف ومتراجعاً فوق القطبين إلى الجانب المظلم. نتيجة لهذا التدفق نحو القطب شهدت ألاسكا الصيف على مدار العام. فيما أصبحت مساحات اليابسة على الجانب المظلم باردة وتتضمن أوروبا وآسيا وإفريقيا. على نحو ملحوظ بعد 5 سنوات من المحاكاة، احتفظت المحيطات بحرارة كافية لتبقى خالية من الجليد. على الجانب المضيء، جفت أجزاء كبيرة من نصف الكرة الغربي متحولة إلى صحراء. لكن إن صبت خيمتك في النقطة الشمسية الفرعية فستجد مناخاً حاراً وماطراً يشبه هذا المكان، جزيرة كوواي في هاواي. أعلى قمة فيها جبال ويل يلي، ويعني ذلك بلغة هاواي تموج أو فيضان المياه، وتعرف بكونها المكان الأكثر رطوبة على الأرض، إذ يبلغ معدل الأمطار للقمة 11 متراً سنوياً. كيف ستتأقلم الحياة مع أشعة الشمس طوال الوقت؟ تعتمد النباتات على الضوء لتحفيز التركيب الضوئي، العملية التي تعمل على تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع المياه لإنتاج السكريات اللازمة للنمو. إنها تستخدم دورة الليل والنهار لتحقيق الحد الأقصى من هذه العملية، لتناغم معدلات نموها ولتأخذ المزيد من أكسيد الكربون. في المناطق القطبية تعرف بعض النباتات بنموها في فترات ضوء النهار الممتد في الصيف، فإذا استثنينا الليل فهناك فرصة لإمكانية التأقلم. على الأرض تستند قدرتها للقيام بذلك على مئات ملايين السنين من التطور في غلاف حيوي عالمي متنوع ودورات نهارية ليلية يمكن الاعتماد عليها ودرجات حرارة معتدلة. السؤال الذي يطرح نفسه هو إذا كان بالإمكان تطور المناخ في المقام الأول على كوكب مقيد. سعى فريق من جامعة شيكاغو للإجابة عن هذا السؤال بمحاكاة الحالات المختلفة التي يمكن لمثل هذا الكوكب اتخاذها. السيناريو الواعد على افتراض وفرة المياه وأكسيد الكربون هو نوع كوكبي يدعى مقلة عين الأرض. هذا الكوكب مقيد مداريا بجانب مظلم جليدي وجانب مضيء مشمس. توجد في الوسط منطقة انتقالية حيث تكون الشمس منخفضة دائما في السماء. هنا يتلاشى الجليد تدريجيا إلى عالم دافئ مليء بأشعة الشمس. في هذا التمثيل تكون النقطة الشمسية الفرعية محاطة بقارة ومناطق من المحيطات المفتوحة، ما قد يرجح كفة الميزان نحو صلاحية الحياة. تبعا لدراسة أجريت مؤخرا هو قدرة الكوكب على المحافظة على غطاء سحابي،
إن تدفق الدفء من الجانب المضيء إلى الجانب المظلم بإمكانه تعديل درجات الحرارة والسماح بإذابة الجليد على امتداد المنطقة الانتقالية، بينما تتدفق المياه عائدة إلى الجانب المضيء فإنها تتبخر مغذية المزيد من الغيوم. تعدل الغيوم كذلك درجات الحرارة بعكس الإشعاع الشمسي مجدداً إلى الفضاء، في حين تساهم أيضاً في ظاهرة الاحتباس الحراري التي تحتفظ بالحرارة. لكن حتى لو تمتع قنطور الأقرب بي بجميع الخصائص المناسبة، فإنه سيظل يواجه عقبات هائلة لتعزيز إيجاد حياة. فقنطور الأقرب على سبيل المثال معروف على أنه النجم M5 النشط الذي يصدر وهجاً كثيفاً كل 10 إلى 30 ساعة. بالنسبة لكوكب في مثل هذا المدار القريب، يمكن لعواصف إشعاعية فصل جزيئات الماء في الغلاف الجوي. يتيح ذلك انبعاث الهيدروجين في الفضاء وامتزاج الأكسجين بالصخور على السطح. يمكن أن تجرد هذه العملية الكوكب من المياه. لمعرفة حالة قنطور الأقرب بي والكواكب الأخرى القريبة، سيعود الفلكيون إلى سلسلة من التلسكوبات الجديدة القوية التي ستتفاعل على الإنترنت خلال العقد القادم. يمثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي والذي طال انتظاره والذي كان من المقرر إطلاقه عام 2018 الجيل الجديد من المراصد الفضائية الكبيرة. بمرآة أساسية مجزأة أكبر بحوالي 3 مرات من مرآة هابل، سيلتقط جيمس ويب تسلسل الفوتونات القادمة من الكون المبكر، ويتيح للعلماء تحليل ضوء النجوم القريبة أخيراً. من المقرر إطلاق تلسكوب دبليو فيرست في منتصف 20ات القرن 21. وبدقة هابل سيستوعب دبليو فيرست الضوء من منطقة أكبر بـ100 ضعف. تتضمن أهدافه الرئيسة نجوما منفجرة بعيدة استخدمت لقياس توسع الكون، إلى جانب كواكب متفاعلة مع النجوم في الأنظمة الشمسية المجاورة. سيجلب دبليو فيرست تقنية جديدة للبحث عن الكواكب. إن مر نجم أمام نجم آخر فإنه يعمل كعدسة يضيء ويعتم بطرق يمكن أن تكشف عن وجود كواكب. تعد هذه الأجهزة الجديدة بمشهد غير مسبوق لضوء النجوم المجاورة. بنشر أجهزة مراقبة تفاوت الشمس لحجب ضوء النجوم الأم، ستتمكن من اختيار الضوء المنعكس بواسطة الكواكب. ستتيح هذه التقنية للعلماء قياس درجات الحرارة السطحية والتمييز كذلك بين ضوء الكوكب والجوانب المظلمة. كما يمكنهم استخدام مرسام الطيف لاكتشاف الأغلفة الجوية وللبحث عن إشارات كيميائية ضرورية للحياة. والأهداف متوفرة. كشف التلسكوب البلجيكي ترابيست مخبأ مفاجئا لكواكب تدور حول ما قد يبدو مكانا مستبعدا. على بعد 40 سنة ضوئية، ترابيست 1 عبارة عن تقاطع بين كوكب كبير يشبه كوكب المشتري ونجم. يطلق هذا القزم فائق البرودة جزءا ضئيلا فقط من ضوء شمسنا. استخدم الفلكيون طريقة العبور مستخدمين تلسكوبهم لكشف انخفاضات طفيفة في ضوء النجم بينما تمر الكواكب في الأمام.
ثم تابعوا ببرنامج مكثف من عمليات الرصد من تلسكوبات على الأرض وفي الفضاء، بما في ذلك مرصد سبيتزر للأشعة ما تحت الحمراء التابع لناسا. فقد وجدوا 7 كواكب مجتمعة في مدارات قريبة بشكل كاف لتكون مقيدة مدارياً، 3 منها على الأقل على بعد مسافة ودرجة حرارة مناسبة لوجود مياه سائلة. الكوكب F هو الأكثر ترجيحاً لتواجد الحياة عليه، تبلغ كتلته 1.3 أضعاف كتلة الأرض، وبمدار يدوم 9 أيام أرضية فاصلة 21. تزين سماءه ذات لون السالمون 6 كواكب شقيقة على الأقل، جميعها بكبر قمرنا المكتمل أو أكبر منه. هنا تحصلون على ضوء أقل ظهوراً للعيان من الأرض ب200 مرة. بدلاً من ذلك يغمر النجم الكوكب بضوء أشعة ما تحت حمراء، إنه يوصل طاقة كافية لتزويد المناخ بالطاقة. بدأت مبادرة واسعة لمتابعة تتابع الاكتشافات في هذا العصر الذهبي للعثور على الكواكب. يتم حالياً تجهيز التلسكوبات الأرضية بجيل جديد من أجهزة التصوير. في التلسكوبات الأوروبية العظيمة في تشيلي على سبيل المثال، يركب العلماء جهاز تصوير جديداً بالأشعة ما تحت الحمراء ومرسام طيف، واضعين قنطور الأقرب تحديداً في الاعتبار. تم بذل هذا الجهد بالتعاون مع جهة فاعلة جديدة تماماً في علوم الفضاء. مول برنامج مبادرات ناجحة بشكل خاص خططا لمدة 10 سنوات بكلفة $100 مليون للبحث عن كائنات فضائية ذكية. إنها تأمل وضع أساس لمهام مركبات فضائية في الجوار الشمسي. على كل مهمة بين النجوم أن تواجه العقبات النهائية في استكشاف الفضاء، وهي المسافة والزمن. قام مسبار نيو هورايزنز مؤخرا برحلة طولها 4.8 مليارات إلى بلوتو، ووصل خلال 9.5 سنوات. وبسرعته القصوى البالغة 84,000 كيلومتر في الساعة، سيستغرق 54.4 سنة لقطع 40 تريليون كيلومتر إلى قنطور الأقرب. بل ستستغرق المركبة الفضائية فوياجير 2 وقتا أطول، 70,000 سنة بسرعة 69,000 كيلومتر في الساعة. مع ذلك تمهد فوياجير إلى حد ما الطريق لرحلات طويلة مستقبلية بين النجوم. تصور مصممو فوياجير أن هذه المركبة الفضائية التوأم ستدوم إلى حد أبعد من الحضارة الإنسانية. مع زخمها الحالي يمكنها أن تجوب المجرة لملايين السنين وحتى عشرات ملايين السنين. ماذا لو كشفت المخلوقات الذكية أحدها وأسرته؟ يضع القائمون عليها بشكل واضح كنزاً دفيناً من المعلومات على متنها لتثقيف هؤلاء الآسرين الفضائيين. يتضمن ذلك معلومات عن كوكب الأرض وسكانه وثقافته، بما في ذلك صور وتسجيلات صوتية، كما تقدم طريقة لإيجادنا في حال قرر أياً كان تعقبنا. هذا الرمز هو نظام تحديد إحداثيات المواقع السماوية. إنه يضع الأرض عند تقاطع أجهزة الإرشاد اللاسلكية المنبعثة في هذا الجزء من المجرة بواسطة النجوم المشعة. إنها نوع من النجوم شديدة الكثافة التي تدور بسرعة مطلقة نبضات من الطاقة اللاسلكية.
كالبحارة الذين استخدموا آلة سدس سابقا للإبحار بواسطة النجوم، فبإمكان مركبة فضائية مستقبلية استخدام النجوم المشعة لتوجه نفسها في الامتداد الرتيب للفضاء بين النجوم والتنقل إلى هدف بعيد. يصمم مهندسو ناسا حالياً نموذجاً أولياً لآلة سدس فضائية ليتم اختبارها خارج محطة الفضاء الدولية. وبينما تدور المحطة في مدار الأرض، تثبت الأداة على ضوء النجوم المشعة البعيدة. في التسعينيات، بينما تجاوزت حدود السرعة نحو المناطق الخارجية لنظامنا الشمسي، عادت المركبة الفضائية فوياجير واحد كاميرتها نحو الأرض. من على بعد 6 مليارات كيلومتر، أعادت إرسال صورة لنقطة زرقاء باهتة وهي الأرض. كان ذلك بمثابة تذكير متواضع لنا بالعالم الفريد والنادر الذي رعانا. اليوم ننظر إلى أبعد من نظامنا الشمسي، إلى وجهة كوكبية مضاءة بضوء خافت من نجمها الأم، قنطور الأقرب. لكن هل يمكننا الاقتراب من هذه النقطة الحمراء الباهتة بشكل واقعي على بعد 4 سنوات ضوئية؟ لطالما كانت الرحلة بين النجوم مصدر الخيال العلمي. يركب البشر من الحضارات المستقبلية المتقدمة تقنياً بشكل روتيني سفناً فضائية لمناطق نائية من المجرة. بالنسبة لبعض علماء العالم الحقيقي، أدى تحدي عبور الفراغات الهائلة للزمن والفضاء إلى مسارات جديدة كاملة من الاستقصاء. قدم مهندسو الدفع مقترحات لتطوير مركبات فضائية متقدمة مدعمة بالاندماج النووي، المادة المضادة، جاذبية الثقوب السوداء الاصطناعية الصغيرة، فيزياء محرك الالتفاف الغريبة، والأشرعة المصممة خصيصاً ليتم دفعها بالرياح الشمسية، أو بواسطة أشعة الليزر العملاقة. هذه فكرة قديمة مدهشة. رصد فلكي القرن 17 يوهانس كيبلر أنه تم تفجير المذنب بما اعتقد أنه يجب أن يكون نسيماً شمسياً. لقد قدم مشهداً خيالياً لصديقه غاليليو لسفن تعمل بواسطة أشرعة متكيفة مع النسائم السماوية. في عام 1873 بيّن جيمس كليرك ماكسويل أن الضوء يستخدم الضغط. إنها فكرة حفزت تصاميم الشراع الفضائي الحديث. تمكن مهندسو ناسا من وضع هذه الفكرة على المحك أثناء بعثة المسبار مارينر 10 إلى عطارد عام 1974. لقد استخدموا ضغط أشعة الشمس على ألواحه الشمسية لتحقيق استقرار رحلته حول الكوكب. تحمس مصممو المهمة الحديثة للأشرعة لأنها لن تحتاج إلى كمية هائلة من الوقود. التطورات الحديثة في تصغير حجم الإلكترونيات والمواد الجديدة الخفيفة القوية منحت للفكرة رواجاً جديداً. وحالياً يوفر اكتشاف الكواكب في منطقتنا الشمسية مجموعة من الأهداف بين النجمية المحتملة. خطة جديدة أعلن عنها من قبل برنامج مبادرة رائدة تدعى عملية ستارشوت، ستستخدم الأشرعة لاستهداف أقرب هذه الأهداف رجل القنطور.
تتطلب الخطط مجموعة من أشعة الليزر القوية المثبتة على سهل عال أو صحراء في أمريكا الجنوبية. في هذه المواقع الجافة ذات الارتفاعات الشاهقة، ضوء الليزر أقل عرضة للانحراف بفعل الرطوبة في الغلاف الجوي. سيستمد الليزر الطاقة من مصنع توليد كبير مخصص لهذا الغرض. تتمثل الفكرة في نشر أسطول من الأشرعة في مدار أرضي جاهز للإطلاق. كل شراع منها مجهز بمركز قيادة مصغر بعرض سنتيمترين ووزن جرام واحد فقط. تحتوي هذه الشريحة الصغيرة على أجهزة استشعار تحمي من الإشعاع الكوني وإمدادات الطاقة المشعة، بالإضافة إلى دافعات صغيرة ونظام اتصال وكاميرا. يعد هذا الشراع الضوئي صغيراً نسبياً بعرض 4 ملمترات وربما بسمك عدة مئات من الذرات. يجب أن يكون قوياً بما يكفي لتحمل تأثير ليزر عالي الطاقة. تثبت مجموعة الإطلاق نحو هدفها على مجال رؤية رجل القنطور. التشغيل. والإطلاق. في اليوم التالي مع استعادة الشحن، أصبحت المجموعة مستعدة للإطلاق ثانية. تصل المركبة الفضائية بسرعة 20% من سرعة الضوء مرة بزحل في غضون ساعات وبلوتو خلال يوم أو 2 فقط. لمعظم الرحلة تغط المركبة الفضائية في سبات وسكون للحفاظ على الطاقة. بصورة دورية تصحو المركبة الرئيسة من سباتها لترشد المناورات أو لترسل المعلومات ثانية للمركبة الفضائية التالية في الخط لتتابع العودة إلى الأرض. أخيراً خلال عقدين من الزمن يصل الأسطول إلى هدفه، قنطور الأقرب. قد تكون المركبة قادرة على استخدام جزيئات الريح القادمة من النجم لإبطاء حركتها، بينما يحلق كل منها تستدير باتجاه الكوكب قنطور الأقرب بي. تلتقط الكاميرا المشهد. ربما بينما تستدير سنرى شمسنا نقطة بيضاء ساطعة مشكلة مشهدا مجريا. بالنسبة للنقطة الحمراء الباهتة ورفيقها الكوكبي، ما الذي سنتعلمه من المعلومات القليلة التي ستعيدها إلى الأرض؟ بقليل من الحظ سنجد أن قنطور الأقرب بي يقضي يومه في الشمس. مع تطور مناخ عالمي ربما عزز وجود الحياة. بالنسبة للبعض على كوكبنا، لا شك بأن خبر وصول مركبة فضائية إلى عالم فضائي سيمر مرور الكرام.
مع الزخم اليومي المستمر للتكنولوجيا والأزمات والحروب. والاستهلاك والهروب. وبالنسبة لآخرين سيمتلئ ذلك اليوم بشعور من التواضع والاندهاش والرهبة. السلام عليكم، معكم ضلغام القطاوي من العراق بغداد. اليوم سوف أبدأ معكم سلسلة لشرح آلية عمل الروبوت الذي صنعته بالتفصيل، كيفية صناعة أجزائه وآلية عملها لغرض إفادة الباحثين في مجال الروبوتكس في عالمنا العربي والإسلامي. أرجو أن تنال هذه السلسلة رضاكم، وأحب أشكر كافة التعليقات المشجعة والداعمين لي معنويا، وأرجو أن يكون هذا المحتوى عند حسن ظنكم. إلى أرجو المتابعة. الروبوت كما تشاهدونه طوله 130 سنتيم أو ارتفاعه 130 سنتيم وعرضه 60 × 55 سنتيم. يتكون من ذراع واحدة، طول الذراع 75 سنتيم، وفيه 7 درجات من الحرية. وفي علم الروبوتكس 7 درجات معناتها 7 مفاصل يستطيع الذراع الروبوتي أن يتحرك بها في محاور X و Y و Z. سنبدأ بشرح قاعدة الروبوت أو الجهاز التي فيها متحكمات المنطقية التي استخدمتها، عبارة عن عدد 6 أردوينوات لكل مفصل أو محرك أردوينو واحد. الأردوينو هو متحكم منطقي قابل للبرمجة، ولغته البرمجية سهلة التعلم، وهو عبارة عن open source، أي من البرامج مفتوحة المصدر ومتاحة للاستخدام. مثل ما قلنا، كل مفصل يتحكم بمحرك من محركات الذراع. السلام عليكم من جديد. الآن سوف أكمل شرح تركيب ذراع الروبوت والمفاصل التي يتكون منها. طبعا في الفيديو السابق بعد إكمالي شرح مفصل الساعد أو Z2 الآن سوف أقوم بشرح المفصل التالي، وهو ما أسميه مفصل X الخاص بحركة القبضة بمحور X، وهو مركب فوق محور إخراج مفاعل الساعد. طبعا تكون من سيرفو MG995 لعزم يوفر عزم داله 2.5 كيلوغرام سنتيمتر. طبعا هذا المحور لا يتحمل وزن كبير لأنه يدور بموازاة محور دوران السيرفو، لكن كانت مشكلة صناعته هي كيفية حشره أو وضعه بحيز صغير على ذراع مفاعل الساعد، عبارة عن هاتين المحملين كرويين مثبتين ببراكيت عدد 2 وقارنتين
إحداها مربوطة مع محور السيرفو، والثانية مربوطة بهيكل أو فريم مفصل التالي، وهو ما أسميه مفصل Z3، ومفصل مهم جدا لزيادة قدرة الروبوت على مسك ورفع الأشياء والتحكم بها. وهو مفصل Z3، وهو يماثل اليد البشرية، هذا المفصل طبعا عبارة عن أيضا سيرفو نوع MG995 مربوط على محوره إطار محركات القبضة كما تشاهدون. طبعا هذه الأجزاء كلها مصنوعة، يعني الفريمات وأذرع الروبوت معظمها مصنوعة يدويا من قبلي ومقطوعة بالمناشير اليدوية. مثل هذه القبضة نحتها بالمنشار والمبرد، محركين القبضة، قبضة عبارة عن ذراعين أيمن وأيسر، في المحرك هو أيضا سيرفو تحكم به عبر ريليات. القبضة قادرة على مسك وزن مقدارها 1.25 كيلوغرام بدون أي انزلاق أو انفلات، وما يعادل وزن قنينة مشروبات غازية من الحجم المتوسط أو الكبير، ما أنا أعرف العائلي. هذه هي المفاصل، قبضة 1 Z3، 2 محور X، 3 محور Z2. عمل والجهد، وطبعا آلاف الدولارات بدون دعم من أي جهة. روبوت قابل للبرمجة لأداء العديد من الوظائف، وهناك فيديوهات كثيرة موجودة عندي لهذا الروبوت، وهو يصنع العصير تلقائيا بصورة مستقلة. واليوم البرنامج المحمل الذي حملته له وصممته سوف يقوم بصباغة الجدران بصورة مستقلة. طبعا هذا نموذج اختباري، رغم أنه كلفني 4 سنوات من التصميم والعمل. لقلة هكذا معلومات في بلداننا العربية وانعدام الدعم طبعا، وهو بحاجة للتطوير لزيادة دقته في من ناحية البرمجة، وسوف نشاهد عمله الآن. بسم الله. نلاحظ أنه بطيء بعض الشيء، وهو طبعا نموذج اختباري.
والآن سوف يبدأ بصباغة الصف الثاني. والآن سوف يبدأ بصبغ الصف الثالث أو العمود الثالث. طبعا هو بطيء بعض الشيء، لكنه ذكي وفيه بعض الدقة. والآن السطر الرابع والأخير.